هاي. سانتا كلوز عنده أسامي مختلفة بعدد من البلدان، وهو معروف بكريس كرينجل بألمانيا، لبيفانا بإيطاليا، بير نويل بفرنسا، دوشكا موروز بروسيا، والأطفال بهاواي بعيطولو كانكا لوكا. بعالمنا الحالي بيحتاج سانتا للسفر بسرعة بتفوق سرعة الضوء لتسليم الهدايا لكل أطفال العالم على مدى 31 ساعة إذا أخذنا بعين الاعتبار فرق الوقت بين البلدين. وبيأكد العلماء الأمريكيين أنه بحاجة يزور 822 بيت بالثانية ليوصل الهدايا لكل العالم بسرعة 650 ميل بالثانية، أي ما يعادل 1046 كيلومتر. سانتا تراكر، المعنى برصد رحلات سانتا، انطلق عن طريق الغلط لما إحدى الإعلانات حطت رقم الخط الساخن لمدير العمليات بالدفاع الجوي الأمريكي بدل رقم محل الألعاب. مين قال إنه الكولونيل شوب أخذ الموضوع برحابة صدر وطلب من فريقه يعطي الأطفال تحديثات عن رحلات سانتا؟ أنا قال. بشوفكم بكره.